فرصة وياكم هي للحفاظ على سلامة عائلته وتوفيت الفرصة على المجامع الإرهابية، فحص أسفل عجلتك قبل الصعود عليها، وهذا طبعا شيء مهم ودائما نقوله، لا تحرك أو تقترب أو تحاول إزالة العبوة اللاصقة كونها تنفجر بذلك. يعني خبر على الشيء إذا شفت الشيء هذا موجود بالشارع أو في مكان آخر. ابعد المواطنين وامنعهم من التجمع والمشاهدة مسافة 100 متر للحفاظ على حياتهم وحياتك. عدم الاقتراب أو لمس أو تحريك مواد البناء أو القطع الكونكريتية التي تثير الشك. خامسا، عدم الاقتراب من مناطق رمي النفايات التي تكون قرب الشارع العام. النقطة السادسة، عدم الاقتراب أو لمس أو تحريك جثث الحيوانات النافقة الملقاة على جانب الطريق لأنها قد تكون مفخخة. سابعا، عدم الاقتراب من أي جسم غريب يثير الفضول عند المواطنين، وهاي احنا دائما نشوفه، يعني بصراحة تشوف مثلا شامر لفت قطعة لعبة أو كذا، فاحنا نتجنب يعني هاي يعني من هاي نقول للمواطن انه يتجنب المواطن، خبر بيها قبل ما تلمسه. النقطة الثامنة هي على سائقي سيارات الباص وخصوصا إخواننا سائقي سيارات الباص، التأكد من عدم ترك الراكب أكياس بعد نزوله من العجل وتفتيشها بدقة، وهذا طبعا جانب مهم وأساسي. وللحفاظ على حياتك أو حياة عائلتك، الاتصال بالخط الساخن لوزارة الداخلية بالرقم 130، وسوف تسارع قوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.